تحياتي لكم مجددا تلاميذنا بالقسم تاني، واهلا وسهلا فيكم بالدروس الاونلاين. عسى رب العالمين يفرج على الجميع ويحفظ الجميع، وتتكلل هالسنه بالنجاح وباستيعابكم للمعلومات والافكار المطلوبه بماده الجغرافيا تحديدا. مجددا نحن عم نكزر، واثناء هالكزوره هيدي نحن رح نكفي الخصائص سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو بقية الأمور يلي تتعلق بعالم الشمال وعالم الجنوب. نحن من بعد ما شفنا بالدرس الماضي حكينا عن عالم الشمال وعالم الجنوب وحكينا عن الخصائص الديموغرافية، اليوم بدنا نحكي عن بدنا نبلش بباقي الخصائص. فخلونا نبلش بالدرس. بالنسبة للخصائص، نحن سابقا حكينا إذا بتتذكروا على الخصائص الديموغرافية لعالم الشمال وعالم الجنوب. اليوم أنا رح أحكي عن الخصائص الاقتصادية. الخصائص الاقتصادية صراحة هي ثلاث نقاط أساسية بنحكي عنهم. النقطة الأولى يلي هي تتعلق بنصيب الفرد من الناتج القومي، والخاصية الثانية هي بنحكي عن قديش حصة سواء عالم الشمال أو عالم الجنوب من إجمالي الناتج العالمي. وعندي النقطة الثالثة اللي هي تتعلق بالقطاعات الإنتاجية بالنسبة لقصة نصيب الفرد من الناتج القومي. إذا بتتذكروا قلنا بأنه هذا المعيار هو من المعايير يلي بتدخل بمؤشر التنمية البشرية، هو المعيار الاقتصادي بمؤشر التنمية البشرية. بعالم الشمال الخصائص بهذا المعيار بتكون ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي في عالم الشمال. طيب شو هي الأسباب يلي بتخلي نصيب الفرد من الناتج القومي مرتفعة؟ الأمر يتعلق بشكل أساسي بشغلتين، بالنمو الاقتصادي وبالنمو السكاني. بما أنه في عالم الشمال النمو الاقتصادي هو يتفوق، هو أكبر من النمو السكاني، لأنه إذا بتتذكروا شفنا بالمعايير الديموغرافية بأنه من الخصائص الديموغرافية بعالم الشمال هي انخفاض النمو الطبيعي للسكان في عالم الشمال. فالنمو الاقتصادي لأنه يتفوق على النمو السكاني في عالم الشمال، هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي، لأنه طبعا حتى الناتج القومي في دول عالم الشمال هو مرتفع جدا. وبالتالي شو هي النتائج اللي بتترتب على هالأمر هذا؟ كلما كان نصيب الفرد من الناتج القومي أو من الناتج المحلي مرتفع، بيكون الدولة عندها قدرة على تأمين الخدمات الأساسية لسكانها، سواء من تعليم، من مستوى صحي، من غذاء متوازن، أو العديد من الخدمات الأساسية. بينما في عالم الجنوب يحدث عندي بغالبية الدول العكس، فهذا الموضوع بيصير في عالم الجنوب بالعكس، فبيصير في عندي انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي أو من الناتج المحلي في عالم الجنوب. طبعا مثل ما قلنا شو هي الأسباب؟ لأنه في عالم الجنوب النمو الطبيعي للسكان هو جدا مرتفع، وأيضا هو يتفوق بغالبية الدول على النمو الاقتصادي. طبعا شو هي النتائج؟ مثل ما قلنا يحدث عكس ما هو يوجد في عالم الشمال، فالدولة بيصير عندها صعوبة بتأمين الخدمات المعيشية سواء من الصحة أو من تعليم أو من غير ذلك. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي تتعلق بالناتج العالمي، عدد قليل من دول عالم الشمال تستحوذ على غالبية الناتج العالمي، فبيصير في عندي الخصائص هون هي ارتفاع حصة عالم الشمال من الناتج العالمي. كمان إذا بدي إجي شوف شو هي الأسباب، فنحن بدنا نتذكر بأنه أصلا عالم الشمال هو عنده المقومات التكنولوجية اللازمة لعملية الإنتاج الصناعي وعملية التقدم. فهو عنده ثلاث نقاط أساسية، هو عنده رأس المال، عنده التكنولوجيا، وعنده أيضا اليد العاملة الكفوءة. هو يمتلك أيضا وسائل النقل يلي هي تساعده على السيطرة على التجارة العالمية، وتؤدي إلى أيضا ارتفاع حصته من الناتج العالمي. بينما بالنسبة لعالم الجنوب فأنا في عندي انخفاض حصة عالم الجنوب من إجمالي الناتج العالمي. طبعا أول سبب
لهذا الانخفاض هو لأنه غالبية دول عالم الجنوب لا تمتلك التكنولوجيا المتطورة، ولأنه أيضا غالبية دول عالم الجنوب هي دول فقيرة، فبالتالي ما عندها أصلا الحجم الكافي أو المردود الكافي من الأموال ومن رؤوس الأموال لحتى تستثمرها بمشاريع إنتاجية تجارية. أيضا من الأمور الأساسية اللي بتؤدي إلى هذا الأمر لأنه الموارد الطبيعية اللي هي تسمح لدول عالم الجنوب أصلا بتكوين مردود مالي، هالموارد الطبيعية هي اللي مسيطرة عليها واللي عم يتم استثمارها والاستفادة منها هي شركات متعددة الجنسيات وليس دول عالم الجنوب، وبالتالي دول الجنوب عم تخسر مردود مالي جدا كبير كان من الممكن أنه تستثمره بمشاريع إنتاجية ومشاريع تجارية أفضل. طيب نحن شو النتيجة اللي رح نحصل عليها؟ كلما ارتفع حصة الدولة من الناتج العالمي فإذا المبادلات التجارية عندها عم ترتفع، وبالتالي النتيجة بتكون هي انخفاض نسبة المساهمة من المبادلات التجارية العالمية. فضل عندي معيار أساسي بالمعايير الاقتصادية يلي هي تتعلق بالقطاعات الانتاجية. في عالم الشمال بقول بأنه في عندي ضخامة القطاعات الانتاجية. طبعا شو هي القطاعات الانتاجية؟ هي الزراعة والصناعة. فإذا في عالم الشمال عندي ضخامة القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية. شو الأسباب اللي بتؤدي إلى هذه الضخامة؟ طبعا بدنا نتذكر بأنه عالم الشمال هو عنده الآلات الحديثة، عنده التكنولوجيا اللي بتسمح له بأنه يكون في عندي إنتاج ضخم بهالقطاعات هذه. أيضا بعض دول عالم الشمال يمتلك بعض المواد الأولية، يمتلك بعض الموارد الطبيعية، ويلي ما يمتلك موارد طبيعية فهو عم يقدر يحصل عليها من دول عالم الجنوب، بينما في دول عالم الجنوب بنقول في عندي ضعف القطاعات الانتاجية. ليش هذه القطاعات الانتاجية ضعيفة عكس ما يحدث في عالم الشمال؟ لأنه غالبية دول عالم الجنوب مثل ما قلنا هي دول فقيرة، فما في عندها رؤوس الأموال اللي بتسمح لها باستثمار هذه الأموال بمشاريع انتاجية. أصلا يدوب دول عالم الجنوب عم تقدر تأمن الخدمات الأساسية لسكانها. طبعا بنرجع شو السبب؟ لأنه تفوق النمو السكاني على النمو الاقتصادي. أيضا دول عالم الجنوب ما في عندها اليد العاملة الكفوءة، وإذا وجدت يد عاملة كفوءة فهي عم تهاجر لدول عالم الشمال. أيضا تكنولوجيا الإنتاج هي غائبة عن الكثير من دول عالم الجنوب، وإذا وجدت بعض التكنولوجيا في دول عالم الجنوب فهذه التكنولوجيا اللي أدخلتها هي شركات متعددة الجنسيات، وبالتالي التكنولوجيا هي تحت سيطرتها. صراحة أنا أخطأت، كان لازم شغل الجي بي اس لحتى يعطينا المسار اللي مشينا فيه بهالكزورة هيدي لحتى تعرفوا حالكم شو هي المناطق اللي زرتوها. على كل حال يلي منكم بتعرف شو هي المناطق اللي طلعت بالفيديو ياريت تكتب لنا بالتعليقات من بعد ما تحل النشاط.